القديس القس عبد المسيح المناهري، ولد حوالي سنة 1892 ميلادية في قرية أبو شحاتة بمركز مطاي محافظة المنيا، من أب اسمه حنين حنة وأم اسمها استير، وسمياه باسم سمعان، وعمل سمعان بالزراعة وتربية المواشي مع والده، ولم يتعلم في مدرسة بل تعلم القراءة والكتابة اجتهاديا. اشتاق إلى الرهبنة فقصد دير القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، وفي كل مرة كان يذهب إلى الدير كان والده يذهب إليه لكي يعيده إلى المنزل مرة أخرى، لأنه كان يحتاج لمعاونته في العمل. وفي كل مرة يعودان إلى المنزل كان يموت عدد كبير من مواشي والده. أوضح الأب لابنه أنه محتاج إليه إذ لم يكن له أولاد غيره، فأجابه سمعان قائلا: إن أعطاك الرب ولدا غيري هل تتركني أذهب للدير؟ فأجاب والده بالإجاب، وبصلوات سمعان أعطاهم الرب ولدا آخر يسمى حنة. حينئذ ذهب سمعان إلى دير القديس الأنبا مقار ببرية شهيد، وترهبن هناك باسم الراهب عبد المسيح المقاري، وكان ذلك سنة 1914 ميلادية. كان شديد التعلق بالقمص عبد المسيح صليب المسعودي البراموسي وشقيقه القمص يعقوب، وقد سمع البابا يؤنس التاسع عشر البطريرك 113 عن سيرة وفضائل القس عبد المسيح المقاري، فأراد رسامته أسقفا، ولم يكن القديس يريد ذلك، فادعى الهبل والجنون حتى طرده البطريرك من المقر البابوي، وقد استمر بعد ذلك في هذا الادعاء للهرب من المجد الباطل، كما أن القمص عبد المسيح المسعودي أمره أن ينزل من الدير وأن يستمر بهذا الأسلوب، فكان كثيرا ما يقول أنه يريد الزواج، وقد سكن بعد نزوله من الدير قرية المناهرة، ولذلك يلقب بالمناهري. أما عن صلواته فلا يعلم أحد عنها شيئا، إلا أنه كان يلازم قليته لمدة وصلت إلى أسابيع كان يصلي في أثنائها، كما أنه كان يربط حبلا في سقف قلياته ومن الطرف الآخر يربطه في وسطه لكي يشده الحبل إذا ما نام، وكان يحفظ التسبيحة والألحان الكنسية عن ظهر قلب. كان يأكل مرة واحدة فقط في اليوم من المساء إلى المساء. أما عن الصدقة فكان يعطي جميع المحتاجين بسخاء، ولكن بأسلوبه الخاص الذي كان يستعمل فيه الهبل والجنون أيضا، وهو لم يقتني ثوبين طيلة حياته، وكانت قليته مبنية من الطوب اللبن وغير مبيضة من الداخل، فكان مثالا عاليا لحياة الرهبنة. شرفه الرب بموهبة عمل المعجزات كما وصل في روحانيته إلى درجة السياحة، وقد شهد على ذلك المتنيح القديس العظيم الطباوي البابا الأنبا كيريلوس السادس، الذي كان القديس قد تنبأ برسامته بطريركا. أخيرا تنيح بسلام في صباح عيد القيامة المجيد 6 برموضة سنة 1679 للشهداء الموافق 14 أبريل سنة 1963 ميلادية، وكان منذ يوم أحد الشعانين أي الأحد السابق لنياحته يقول: أنا سوف أكلل وأفرح يوم العيد، ولم يكن أحد يصدقه ظنين أنه يدعي الجنون كعادته. بركة صلوات هذا القديس الطباوي العظيم فلتكن معنا. آمين.